قام وزير الشباب والرياضة سيد علي خالديبي وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري بزيارة إلى ولاية وهران من أجل الوقوف على تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي ستحتضنها مدينة وهران سنة 2022. هذا وشدد وزير الرياضة اللهجة من أجل تجهيزها في الآجال المحددة من بينها الملعب في 31 من مارس. التغطية وهذه الصور تأتيكم من وهران مع ياسر راشي. تم اتخاذ قرارات وإجداء تعليمات صارمة بضرورة التقيد بأجال التسليم التي التزمت بها المؤسسة المكلفة بالإنجاز كما يلي: 31 مارس 2021 فيما يخص ملعب كرة القدم، 31 ماي 2021 فيما يخص مضمار ألعاب القوى الذي سيحتضن البطولة الإفريقية لألعاب القوى في شهر جوان المقبل، 30 جوان 2021 فيما يخص القرية المتوسطية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اقتناء كل التجهيزات الخاصة بالقرية المتوسطية، و 30 سبتمبر 2021 كأقصى أجل لاستلام المركب المائي والقاعة المتعددة الرياضات. نجاح هذه الألعاب إن شاء الله راح يكون بالتحضير المحكم لهذه الألعاب وكذلك بالمنشآت إن شاء الله راح تكون فاتحة أبوابها لكل الرياضيين والأبطال تاع البحر الأبيض المتوسط، وكذلك راح تنجح بالنتائج الإيجابية لفرقنا الوطنية المختلفة.